السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جديد بتقدر تشتغل بيه، تعمل 3D، وتقدر ان انت تعملها اوجمانتد رياليتي، كل الكلام دوت من غير ما تسطب اي حاجة على الكمبيوتر بتاعك، وشغال كله بدون كود، يعني مش محتاج ان انت تبرمج اي حاجة خالص. طيب ده الفكرة بتاعته. اهوت تبدأ تحط عنصر، مثلا مبنى، سماعة، اي حاجة انت عايزها معمولة عندك نموذج 3D، وتبدأ تضيف لها الاوجمانتد رياليتي بحيث ان انت تقدر تحطها على الموبايل وتقدر ان انت تشوفها مع الحاجات اللي حواليك. دي الفكرة باختصار. اهيت الموضوع بيبقى سهل لكله، وتقدر ان انت تتحكم في كل حاجة، يعني كل عنصر تقدر ان انت تغير فيه وتعدل فيه زي ما انت عايز. تقدر تحط تفاصيل بحيث ان هو اول ما يقرب من حاجة يظهر مثلا قدامه فيديو او صورة او موقع. بيغير الكالر بتاعتها، يقدر يعمل زوم على حاجة، يقدر يطلع المعلومات. فدي كويسة جدا لو انت تعلن عن منتج معين. انا كده بحرك اهوت كل نقطة منهم، ادوس عليها فيبدأ يجيب لي معلومات عنها زي ما انت شايف. يبدأ يجيب لي معلومات تانية بالشكل ده. فبيبقى فيه نوع حلو جدا من التفاعل، تقدر تحطها مثلا في حاجات، منتجات موضة، في المصانع، في الفرنتشر. من ضمن الشركات اللي بتشتغل معاها ادوب ويونيتي وتوديسك وبلندر وفيجما، في انريل، راينو، سكتش اب، سوليد ووركس، سينما 4D، مايا، تقريبا كلهم برامج اشتغلنا عليها او على الاقل شرحناها بشكل مبسط يعني. طيب خلينا نشوف السعر بتاعه. فري طبعا بيديك بعض الامكانيات، 10 مشاريع، اكسبورت دي 3D، ولو انت عايز تبدأ ممكن تبدأ ب$15 في الشهر. ده فيديو سريع بيشرح طريقة العمل وازاي تعمل حاجة انتراكتيف. تبدأ بقى تختار العناصر اللي انت عايزها، تقدر تغير الشكل بتاعها، تقدر تستورد عناصر من برامج اخرى، او تقدر ان انت ترسم الموديل على قلب البرنامج. في مكتبة كويسة جدا تقدر انت تستعين بيها. فهنقول له نيو بروجكت، فبيقول لك انت عندك ملف FBX عايز تعمله امبورت، ولا عايز سيري لايت سيت اب، تو لايت سيت اب. طيب خلينا نقول ان احنا عندنا ملف FBX عايزين نرفعه، فاخترت ملف، فهو بيقول لي عايز تحوله ل GLTF ولا اوبجكت، فهو بيبدأ يجهز لي الملف. فيظهر معايا الموديل بالشكل دوت، نقدر نعدل فيه هنا. ده الديزاين، طبعا في جزء خاص بالانيميت، لكن للاسف ده لازم يكون الحساب بفلوس، فالادوات اللي موجوده هنا مش متاحه لينا. هنحاول ان احنا نكلم شركه تدينا تصريح كده. تمام، هنا بقى تقدر تخفي وتظهر العناصر وتظبط الاعداد بتاعتك، وتقدر من هنا تضيف بعض الأجزاء زي بوكسز أو سفير أو كون. تقدر تضيف مثلا مصدر للضوء، أهو تقدر تتحكم فيها، تقدر تشوف شغل بتاعك بريفيو بالشكل دوت.
هنا بقى بيجيب لك عدد العناصر وعدد البوليجون، عدد البوليجون كتير، فهو بيقول لك خلي بالك. تمام. طيب بعد كده تقدر تعمل شير بحيث ان انت تنسخ الكود ده تبعته لحد او اللينك تبعته لحد. ان شاء الله نحاول نشرح بالتفصيل باقي الادوات، بس ناخد نشتري نسخة بفلوس بحيث ان ايه تبقى مفتوحة معانا ان شاء الله.